قامت مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان مشكورة بإدارة مشروع تجربة أبطال الصحة بالتنسيق مع جهتين رئيسيتين اللي هم دائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة. الهدف الأساسي من هذه التجربة هي توفير تجربة تعليمية بطريقة مبتكرة وتفاعلية، وهدفها الأساسي تعزيز الصحة بين أبنائنا الطلبة وإكسابهم معلومات حول الغذاء الصحي وأنماط الحياة الصحية. التجربة عبارة عن 5 محطات استخدمنا فيها طرق تفاعلية. إحدى المحطتين تحتاج إلى نشاط بدني وحركات عند الطلبة. في نهاية اليوم طبعا المتوقع أن الطلاب يطلعون بوعي معرفي حول أهمية النشاط البدني واختيار الغذاء الصحي المناسب.